وسهلا بحضراتكم. نأخذكم الآن إلى مملكة الشياطين، مملكة الترامادول، هذا الشيطان اللي ظهر على السطح فجأة لما تتكلم عن 200 مليون قرص في شهرين. هذا رقم مفزع. مجتمع زي المجتمع المصري خارج من ثورة يصبح البطل الأول فيها الآن هو الترامادول، لابد إن احنا نقلق. بعد شوية هناخد تليفونات حضراتكم. أرحب بضيوف الأعزاء، أولا دكتور أحمد رامي نقيب عام الصيدلة بمحافظة القليوبية. أهلا يا دكتور. أهلا بيك أستاذ خير. دكتور هشام عطية الشخيبي مدير المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية بجامعة القاهرة. أهلا يا دكتور هشام. يا أهلا وسهلا يا فندم. سيد العميد زكريا الغمري مدير العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات. أهلا أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك دكتور هشام. خلينا نبتدي من عندك وتقول لنا هو إيه الترامادول. بص هقول لحضرتك بقى، اذا كان هنبدا بكده نبدا الحكايه من اولها. يعني يمكن الترامادول ده اكتشف او بدا يكتشفوه كان في اوائل السبعينات، وللصدفه الغريبه جدا الشركه اللي اكتشفت الترامادول او بدات تصنعه الشركه الالمانيه هي نفسها الشركه اللي اكتشفت الدواء في اوائل الستينات كان اسمه الساليدومايد، والدواء ده عمل مشكله كبيره جدا جدا وعمل تشوهات في الجنين ويعني مشكلة صحية كبيرة جدا واتسحب من السوق بعد كده. هي نفس الشركة هي اللي بتعمل الترامادول. بدأ الترامادول اكتشافه كنوع من أنواع الأدوية اللي بتشتغل على مستقبلات الأفيون داخل الجسم. نعم. فدي نوع من أنواع المسكنات الجيدة. لكن بعد فترة من استعماله لقينا إن أو في الفترة دي إن الترامادول ده لا، مش قصة انه بيشتغل على مستقبلات الافيون اللي جوه الجسم. التأثير المسكن بتاعه تأثير اقوى من كده. مش هو ده مستقبلات الافيون بتسكن الالم، لكن ممكن تعمل احساس بالنعاس، النوم، ده ما بيعملش الكلام ده. فبدأت الابحاث تشتغل عليه تاني فلاقينا لا، ده الترامادول ده بيشتغل على حاجة تانية خالص. ده بيشتغل على حاجة اسمها مستقبلات النور ابنفرين اللي هي تشبه الكوكين كده. فده ليه وظيفة تانية خالص. وظيفته ايه دي؟ ده لقيناه بينبه، بيصحصح، يبقى بجانب ان هو بيسكن الألم، بيقلل الأوجاع اللي موجودة في الجسم، ما بينيمش. فده حاجة بدأ يبقى ليه استعمال. يعني الناس بدأوا يستعملوه، اللي كانوا بيتعاطوه بدأوا يستعملوه استعمال تاني خالص، ان هو نوع من أنواع المنشطات، مش بقى منومات، ده منشط. يعني مش زي الأفيون والمورفين والحاجات دي، لا، ده بيسكن الألم وبينشط. طيب ده بياخدوه بيحسوا بانبساط ونوع من انواع الانبساط. ده خارج نطاق الكلام ده خالص. ايه القصه دي؟ فلقينا لا، ده بيشتغل على حاجه تانية خالص. بيشتغل على حاجه كمان ثالثه اسمها مستقبلات السيروتونين اللي هي بتستعمل في بعض الاحيان لعلاج الاكتئاب. فده دواء بيجمع من ثلاث حاجات خطيره جدا. بيجمع ما بين ان هو بيشتغل على مستقبلات الافيون، بيجمع ان هو بيشتغل على النور ابنفرين، بيشتغل على السيروتونين. ثلاث حاجات يعني مجموعة على بعضها بتدي تفاعل داخل الجسم، إحساس بالراحة، باختفاء الألام الموجودة، الألام المزمنة اللي موجودة في الجسم، إذا كان واحد عنده إرهاق، عنده تعب. مع تطور العصر اللي احنا فيه والناس اللي بتشتغل أوقات ساعات زيادة، تقعد بالليل بيسوق العربيات النقل للطلبة اللي بيذاكروا بالظبط. فبدأ يبقى في اتجاه تاني خالص للاستعمال. الأول استعماله كمسكن الألام زي ما حضرتك قلت كده في بعض العمليات أو في ألم الأورام أو في ألم العظم والكلام ده، لا، ده احنا دخلنا لشريحة تانية خالص. الشريحة دي شريحة حاجة تانية بعيدة عن الألم الشركة خالص. الشركة لما طلعته كانت بتقول أنا مطلعة لي علاج إيه؟ علاج الألم اللي انت قلته بالظبط كده. بس لكن بعد كده مع الأبحاث وده معتمد دوليا، يعني موجود في العالم، موجود في كل العالم، ومش موجود جدول ولا حاجة. ده موجود بيتباع، دواء مسكن للألم. لكن للأسف الاستعمال، يعني احنا هقول لحضرتك على حاجة. احنا كنا في القصر العيني في المركز القومي للسموم كنا عاملين ندوة من قيمة حوالي أسبوعين. كانت ندوة عنوانها الإدمان بين الشباب، المسؤولية، الأسرة والمجتمع. وكلمنا على الترامادول وناقشنا الترامادول بين الفايدة والضرر. دواء مسكن ومفيد، لكن الاستعمال السيء ينبهني، وايه المانع ان يخليني مبسوط؟ هو ده بقى بالظبط. احنا بقى نيجي للنقطه المهمه اللي حضرتك بتتكلم فيها. انا بستعمله، انا ما اقدرش استعمله كمنبه. ليه بقى؟ لان هو بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على مستقبلات النور ابنفرين، الكلام الجميل اللي حضرتك قلته في الاول، انه بيصحصح وبينشط وبيعمل اطاله في الفتره الجنسيه. كل الكلام ده واقع، هو بيعمله فعلا. لكن نرجع بقى بعد ما بيعمل ده، ايه الضرر؟ يعني بكلم حضرتك، انا جاي لك بين الفايده والضرر.
هو طيب. عمل كده. طب ممكن نأجل الضرر؟ يعني دي أخطر حاجة. زي الأفلام العربي اللي هي الإثارة والحتة الحلوة والدماغ وبعدين نشوف هو كوارثه قد إيه. دكتور أحمد هتكمل معايا بس في جزئية الترامادول كان بيتباع في الصيدليات وأي حد بياخد روشتة وحتى من غير روشتة كانت بتروح إحنا عندنا شركات بتصنعه في مصر. كان بتصنع والمصري كان سعره رخيص قوي ما كانش غالي أعتقد كان الشريط ب 9 جنيه في وقت من الأوقات الحباية الخضرة دي. وكان الناس بيروحوا الصيدلة بيستفيدوا منه كثيرا عشان كده سمعت ان بعض الصيدلة معترضين انه يتصرف بروشيتا حمراء وباذن خاص واللي يبيعه بروشيتا عادية او يديه لحد بتتحول مسألة الى جناية. فعايز علاقته بالصيدلة حضرتك الترامادول اللي بيتداول في الصيدليات او اللي كان بيتداول في الصيدليات سواء قبل صدور القرار الاخير او حتى بعديه دواء ليس الأكثر شيوعا ولا الأكثر انتشارا في مصر دلوقتي. الأحداث اللي حصلت سياسيا في الفترة اللي فاتت خلت في زيادة في معدلات تهريب ترامادول من أماكن أخرى خاصة الصين. ويمكن الإحصاء اللي حضرتك أشرت ليه يعني في واقعة واحدة كان في ميناء دمياط كان تم ضبط 80 مليون قرص من الترامادول. نعم. ويعني والتحاليل اثبتت والاعراض يمكن دكتور هشام يفيدنا في كده ان اللي بيجي له حالات تسمم من هذا العقار الاعراض ليست اعراض تسمم من الترامادول. فاحنا الاخطر والاكثر تداولا والاكثر شيوعا والاخطر من الناحيه الامنيه ومن الناحيه الصحيه هو ما يتم تهريبه من خارج البلاد. لانه لا يحتوي فقط على الترامادول ولكن بيحتوي على ايه على مواد اخرى. لكن احب اكد برضو ان يعني بعد ما قال الدكتور هشام على ميزاته ان له اضرار شديده الخطوره يعني بيعمل زغلله في العينين فلما يبقى سواق وصاحي ومتنبه انما جاله زغلله وهو سايق نعم كويس فهيعمل حادثه بيزود معدلات الوفيات بين السواقين ان هو بيعمل تاخر في الاستجابه للمؤثرات الحسيه علشان كده يمكن بيعمل شيء من الاشباع الجنسي بعض الازواج ولكن بيستخدموه اللي بيعانوا من امراض سرعه لكن في ذات الوقت لو السواق بياخده وتاخر استجاباته للمؤثر الحسي ان هو شاف حاجه قصاده او ما الى ذلك هتؤدي الى حاله وفاه. برضو الاحصاءات اشارت الى ان مستخدم الترامادول بتزيد معدلات الانتحار فيهم وبصوره عامه كل المواد اللي الجسم بيفرزها اللي هي زي اللي شبيهة المورفين لما بتأخذ من خارج الجسم الجسم بيتوقف عن إنتاجها إفراز. كويس توقفت بالتالي ده الإدمان فالإنسان بيعتاد إن هو ياخدها من بره نعم ونفس الجرعة ما تجيبش نفس التأثير فيبدأ يزود الجرعة وما يزود الجرعة بعد كده ما تجيبش نفس التأثير فيبدأ ياخد معها مواد أخرى فيدخل بقى في موال طويل. نعم. طيب سيادة العميد زكريا الغمري ممكن تشرح لي الخريطة بتاعة الترامادول في مصر؟ يعني أماكن التهريب أكتر الأماكن ليه زاد في الفترة الأخيرة؟ طيب حضرتك خلينا الأول يعني نتفق أن مشكلة المخدرات دي مشكلة عالمية تمام يعني مش عندنا في مصر بس الأمم المتحدة نفسها احتضنتها من خلال اتفاقيات دولية من بداية القرن يعني من 1945 وبدأت فيه اتفاقيات اتفاقية 61 71 اتفاقية 88 نظرا لأن المشكلة موجودة على مستوى العالم بالكامل كل دولة من الدول حطت مجموعة من التدابير لحماية شعبها أو القطر الخاص بها من مشاكل المخدرات بصفة عامة في قوانين حاكمة لهذا الأمر طبعا من خلال رحلة المكافحة للمواد المخدرة بصفة عامة بيظهر على السطح في سوق الاتجار غير المشروع انواع معينه من المخدرات. نعم. قد تكون مشروعه ويساء استخدامها وبالتالي تفرض واقع سيء جدا كحاله من حالات الادمان اللي موجوده في الشارع المصري. تبدا اجهزه المكافحه والجهات المعنيه تتنبه لهذه المشكله. نعم. تتعمل البحوث تنعقد اللجنه الثلاثيه يخاطب السيد الاستاذ الدكتور وزير الصحه لرفع عقار زي الترامادول من جدول 3 الى جدول 1 ملحق بقانون المخدرات تمام مشكله المخدرات بصفه عامه مصر دوله مستهلكه للمخدرات نعم مش منتج يعني ما عندناش منتج بيصنع مصري غير سائل اسمه ماكسن فورتو بيصنع بكميات ضئيله جدا بين عناصر معينه من الشمال العاطل البنجو اللي كانت منتشره بعض زراعات ولكن مش انتاج مخدر حشيش او نعم. تحويل الافيون لمخدر الهيروين نعم في منتج موجود كنبات يعني. ما عندناش صناعه
موجوده في مصر للمخدرات. الترامادول مخدرات بتجينا بشكل استيراتي، الترامادول تهريب كعقار مخدر. عندي مشكله من ناحيتين، منتج محلي ومنتج مستورد. المنتج المحلي شركات مصريه بتصنع هذا العقار المخدر لعلاج حالات مرضيه زي ما البهوت اتفضلوا وقالوا، بيتم عمليه تسريب. الشركات دي بتاخد هذه الكميات من خلال الشركه المصريه لتوزيع الادويه، بتنزل الصيدليات كل واحد ليه حصه بموجب موافقه خلال 60 يوم مستمره، بياخد العقار بيبيعه للمريض بورشيتا، ما عندناش مشكله في هذا الامر. نعم. لكن الخطوره ان بيتم تسريب جزء من هذه العقاقير لسوق الاتجار غير المشروع، بدل ما بيعه للمريض بموجب روشيتا بياخده بيبيعه للمتعاطي او المدمن. ايا كان مسببات هذا التعاطي، في مسببات كتير زي ما البهوات ذكروا وقالوا. المشكله الاخطر والاكبر وهي شحنات كبيره بتجينا من الهند ومن الصين. الهند والصين، من الهند والصين تحديدا، داخل حاويات. حضرتك يجي المستورد يتفق على حاويه ايا كان السلعه المشروعه اللي فيها، كوتشيهات مصر، يبقى 10% من الشحنه الموجوده في كوتين ال 40 قدم هي السلعه المشروعه، و 90% من الشحنه بالكامل موجوده هي ترامادول. خلال السنوات اللي فاتت ظهرت المشكله وطفت على السطح. حجم تعاطي ترامادول في الشارع المصري مؤشر خطير جدا. مين اللي كان بيتعاطى؟ كل معظم فئات المجتمع، ولكن نقول الشرايح اللي هي الحرفيه او المهنيه اللي بياخدوا بيعتمد على حته يعني تقويه الذهن شويه، حته تحمل العناء او الاجهاد شويه، لكن مسببات التعاطي كتيره. قد نعم. يكون هناك خلافات، قد يكون هناك اطاله للزمن، نفس اللي بيقولوا على المخدرات نفس المخدرات. نعم. لكن المشكله ان اخر بحث اتعمل على هذا العقار اتضح ان الشحنات اللي موجوده والمستورده اللي جايه لنا من الهند والصين ليست المادة الفعالة اللي فيها اللي هي المهربة، يعني المهربة أظن إن المهربة يتم استيراده. ليست مطابقة للمواصفات، مطابقة للمواصفات، وليست لمادة ترامادول هيدروكلايد فقط المصنع منها ترامادول، يضاف عليها مواد أخرى تصيب جسد البني آدم بمشاكل صحية خطيرة جدا. إحنا كنا فين من المشكلة دي؟ طيب ممكن نأجل كنا فين؟ تمام. عايز أطلع آخد تقرير بس عن الضبطيات وعن الترامادول في الشارع شكله إيه ونرجع تاني. اتفضل فضل. أزمة كبيرة تواجه المجتمع بسبب الترامادول، هذا العقار الذي يوصف في الأصل كدواء مسكن، لكنه أصبح واحدا من أهم المواد التي يعتمد عليها مدمن المخدرات بعد أن تنبهوا إلى تركيبته الكيميائية، تلك التركيبة التي تشبه تماما تركيبة الأفيون، الأمر الذي يجعل لهما تأثيرا متشابها بمرور الوقت على المستويين النفسي والبدني، لكن وبعد فترة من التعاطي تحدث الانتكاسة، حيث تظهر علامات الإدمان وتصبح الجرعات الصغيرة غير كافية لبلوغ القدر المطلوب من الراحة والمتعة التي يكون الجسد قد اعتادها. وربما يعود انتشار الترامادول مؤخرا كالوباء إلى أن كميات وصفقات ضخمة بدأت تعرف طريقها إلى البلاد على يد بعض التجار الذين سافروا إلى الصين والهند لاستيراد بضائع، لكنهم فضلوا الترامادول نظرا لمكاسبه الخيالية التي تأتي بأضعاف مكاسب الحشيش والهيروين. فتكلفة شريط الترامادول حتى يصل إلى مستورده في القاهرة لا تزيد عن 50 قرشا، في حين أنه يباع بنحو 30 جنيها. وهكذا يسعى التجار إلى احتراف جلب الترامادول ويتفننون في الوسائل التي تمكنهم من إدخاله إلى البلاد، سواء بتأسيس مقر شركات وهمية لمنع تتبع الشحنات القادمة، أو استغلال نظام الموانئ الجديدة التي تعمل بنظام BOT والتي لا تخضع سوى 10% من البضائع الواردة للتفتيش. وعلى رأس مليونيرات الترامادول أحد أبناء قرية شهيرة في محافظة الدقهلية، هذا الإمبراطور الذي كان وراء إغراق البلاد لسنوات ظل هاربا طوال الأعوام الماضية، وكان يمارس نشاطه المدمر من خارج الوطن. وعقب إلغاء قانون الطوارئ عاد إلى مصر بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول،
ويقدر نشاط هذا الإمبراطور بالاستحواذ على ربع الشحنات المهربة إلى البلاد. بلغت الكميات المضبوطة فقط عام 2011 نحو 120 مليون قرص، لكن الأمر استفحل ليصبح في تصنيف الكارثة. ففي خلال شهرين فقط من العام الحالي بلغت الكميات المضبوطة 160 مليون قرص. وطبقا للحسابات التي يقررها المراقبون، فإن ما تم تهريبه فعليا لا يقل عن 500 مليون قرص في نفس فترة الشهرين. إذا علمنا أن حجم الأموال المتداولة يزيد عن 15 مليار جنيه، المؤشرات الأخيرة لحجم الخطر على مستقبل الأجيال المصرية وتدمير اقتصاد الدولة دفع المسؤولين إلى إعلان الحرب ضد ترامادول. وكانت بداية المعركة صدور قرار وزير الصحة بوضع ترامادول في الجدول الأول للمخدرات، ليعاقب الحائز بنفس عقوبة الحائز للحشيش أو الهيروين أو الأفيون. شيء مفزع، شيء مفزع لازم تعرفه، ان اللي يشتغل في ده، احنا عايزين مافيا يشتغل في ده، لان ده بزنس ضخم جدا. كل اللي سمعونا في الاول وقال لك طب ما هو بيعمل دماغ، ما هو بيسهر، ما هو بيخليني كده، لازم يعرف بقى لا مش هيبقى كده، والدماغ مش هيبقى كده، ومش هيبقى مبتهج ابدا. دكتور هشام، وبعدها ناخد تليفونات حضراتكم، الاثار السلبيه الخطيره للترامادول ايه؟ يعني احنا وقفنا في الجزء الاولاني عن الصوره الجميله اللي بيعيشها اللي بيتعاطى الترامادول، بس الكلام ده في اول التعاطي للترامادول، لان انا اتكلمت ان هو بيشتغل على مستقبلات الافيون، وده حتى شغله عليها ضعيف. ما نقدرش نقول ان هو زي المخدرات والحاجات دي، لكن شغله الاساسي على الموصلات الكيميائيه اللي موجوده في المخ، الاثنين اللي اتكلمت عليهم الاساسيين اللي هو النور ابنفرين والسيروتونين، اللي هي دي تعتبر من الموصلات الكيميائية اللي مسؤولة عن تنظيم الجسم كاملة. هو بيبدأ يمنع الحاجات دي انها ترجع للمخازن بتاعتها. خد بدأ ياخد الترامادول، الجرعة اللي أخدها ادته احساس اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي قلنا عليه احساس جميل، خد نسبة اعلى من المورفين اللي محتاجه جسمه. فبقى مش هو ده اللي بياخده علشانه، هو بياخده علشان يصحصح، علشان يقدر يتحمل الألم، علشان يقدر زي ما قال الدكتور الرياكشن او الرد الفعل يبقى بطيء، فبيستعمله في كنوع من انواع المساعد جنسي في حالات الضعف الجنسي او لإطالة الفترة الجنسية، بيستعمله على كده مش عشان المستقبلات الافيون. مستقبلات الافيون ممكن ياخد انواع تانية، لكن هو ده كان فاهم، بس هي اصل هم بيفهموا بالفطرة الاحساس اللي عندهم. يعني انا بشوفهم عندي في المركز، هو فاهم بالفطرة هو ده واخده علشان ايه، ما خدوش علشان يعمل له يعني انبساط، لا هو بيخرجه من حاله التعب والارهاق والاكتئاب نتيجه الارهاق والعمل الشاق اللي يقدر يواصل بيه بقيه اليوم. ان هو راجع تعبان البيت الساعه 11 12 1 بالليل، وهيواصل بقيه اليوم بتاعه جايز في. طيب ايه اللي بيحصل له بقى يا دكتور؟ يحصل ايه؟ ان بعد فتره يبدا المخازن الموصلات الكيميائيه دي تنضب، فيضطر يزود الجرعه علشان يجيب نفس الاحساس، يبدأ يعاني من الاكتئاب، من الهذيان، من ضعف الذاكرة، من الضعف الجنسي، يعني لأن خلاص الموصلات الكيميائية ضعفت، الضعف يبدأ يعاني من الضعف الجنسي، يحاول يزود الجرعة علشان يحصل على نفس النتيجة، لكن للأسف ما بيوصل لهاش. بعد فترة قد تؤدي للانتحار. ممكن يؤدي للانتحار طبعا، بتزيد الجرعة، بيزود الجرعة وغير مدرك تماما أن في حاجة تانية بتحصل، أن أنا ما باخد الدواء ده بيروح للكبد ويأثر على الكبد ويأثر على الكلى. بيأثر على الكبد ليه يا دكتور؟ بيأثر على الكبد انه بيشتغل انزيمات، الانزيمات اللي موجوده في الكبد هو بيشتغل على الانزيمات الكبد، وانزيمات الكبد فبيجهد الكبد جدا، بيجهد الكبد، ده الكبد بيحوله لماده اكثر فاعليه. ودي مشكله تانية كمان، نبص نلاقي هو اخذ الجرعه وجرعه تانية وثالثه، زادت الكميه جوه الجسم، اتحولت للكميه اتحولت لماده السامه اللي هي توصل لايه بقى؟ المشكلة الخطيرة جدا، التأثير على الجهاز التنفسي وعضلة القلب. نبص، خد الجرعة، هو واخد متعود بياخدها، خد الجرعة تراكم جزء جوه الجسم، الكبد حول لجزء أنشط، أخد الجرعة اللي بعدها عشان يجيب نفس النتيجة، دي تراكمت مع بعضها، فجأة يبص خد الجرعة بدأ يحس فجأة بهبوط شديد، ضعف في التنفس، ينقلوه مكان زي مركز السموم عندنا، بيجي لنا يا إما واقف التنفس تماما
أو يكاد يقف التنفس وندخل في مشكلة علاجية كبيرة جدا، زي ما تفضل السادة وتكلموا أن الموضوع كمان دخل فيه أن أنواع اللي هي المغشوشة، أن احنا بيجي لنا المريض بيقول أو أهله اللي جايبينه لأنه بيكون في حالة غيبوبة متعاطي ترامادول، بناخد منه عينة تحليل نحلله البول والدم ونشوف نلاقي لا ده الموضوع مش ترامادول، ده فيه مواد تانية ظهرت وواخد ترامادول بس، فنبص نلاقي حتى العلاج بتاعه بيبقى مشكلة لأن هو دخل في تركيبات مختلفة مع بعضها. ايه التركيبات يا دكتور اللي بتجيلكوا يعني بتلاقي فيه؟ يعني تبص لاقي ممكن نلاقي فيه معاه أمفيتامين، نبص نلاقي معاه كحشيش الكانابينويد، نلاقي الحشيش كل التركيب منشطات جنسية زي الأدوية بتبقى فيها ولا لا؟ لا لا دي هي دي الحباية زي النوع المغشوش اللي بيتكلموا عليه ده، في بقى التركيبات المختلفة اللي بنقول عليها دي كنوع من انواع ال دي بتحاول بتخليه يدمن اكتر عشان يرتبط طبعا بنوع معين فيبقى بيدور عليه. طبعا طبعا يعني في انواع اللي هي الهندي اللي بيتكلم عليها سيادة العميد اللي هو الترامادول 225 تقريبا ده الهندي اظن 225 ده الهندي والانواع دي نبص نلاقي نشوف يعني بيجي لنا يعني حاله يعني حاله يعني يرسى لها الانواع دي طبعا ما بتتباعش في الهند، هم يدوروا على البلاد والله الظاهر هي بتتعمل يعني الانواع المهربه دي لناس معينه، ما افتكرش هناك هيتعاطوا لان هم يعني الحاجات دي غاليه ما هيش رخيصه. المهم بتيجي الحاله بنبص علاجها صعب جدا، يعني اللي بياخد افيون او واخد مورفين احنا عارفينه وبنديله الجرعه المضاده، لكن هذا الشخص اللي تعاطى الترامادول دخل في تركيبه كيميائيه معقده علاجه صعب جدا، يعني بنبدا نعالجه بنديله ادويه مضاده للحاجات اللي جواه لكن التركيبه صعبه جدا، اتحط على جهاز تنفس صناعي يمكن يومين ثلاثه. لا احتمال نسب الوفاه عاليه جدا، يعني نسب الوفاه فيها يعني لان انت بتعالج ايه دلوقتي، انت يعني انا عندي حالات من التسمم بديها جرعه مضاده لكن دي هذه ليست بتخرج عن حالات التسمم المعتاده، دي دخلت في حاله مختلفه تماما، حاله فيها تركيبه معقده مختلفه التركيبات جوه الجسم. انا قريت كمان انه بيدمر بعض خلايا المخ، ما هو ده بقى انه بيأثر على الكلى ايضا، ما هو ده التأثير اللي هو قبل التسمم اللي هو بياخد جرعات ما توصلش للتسمم، ان هو بيأثر على وظائف الكلى لانه بيخرج عن طريق الكلى، الكبد لانه بيمثل في الكبد، الاعضاء التناسليه بيعمل فيها تليف، بيعمل في الاعضاء التناسليه في تليف بيحصل فيها تليف فبيبقى في ضعف. طيب لو حد قال لي دلوقتي ده انا باخد حبايه في الاسبوع ده هي مره ليله الخميس يعني ايه اللي هيحصل؟ هي بتظبط الدنيا شويه بتعمل دماغ، هي الحبايه دي اللي هتعمل ده؟ انا مش مدمن وما بتعاطاهوش باستمرار. ما ينفعش، لان انا لو انا عندي استعداد نفسي ان انا اخد حبايه اللي يقول كده يبقى هو بيجر نفسه لتعاطي وادمان الترامادول، لان انا طالما ان انا اندفعت للجزئيه دي يبقى انا جالي احساس من داخلي ان انا عندي نقص في تركيبتي محتاج ان انا اخد الحبايه دي، نقص تركيبتي ده يدفعني ان انا استمر في التعاطي، انا مش هقول يوم واحد طب انا خدته النهارده وكنت كويس وزنقته بكره وكنت كويس طب ليه ما بقاش كويس بكره؟ وهو دي هيبقى شكله وحش طب ما بقاش كويس انا محتاج. وبعدين هنتكلم يعني طبقة العمال زي ما اتكلموا كده ده طبقة بتشتغل طول النهار، ده محتاج حاجة تصحصحه وتنشطه وتقلل الإحساس بالألم. نعم. طب أنا أخدته النهاردة طب ما أنا أخده بكرة عشان أكمل شغل، ما ينفعش أقول إن أنا أخد حباية كل أسبوع عمرها ما تحصل، وحتى حباية كل أسبوع لها أثر سلبي. طبعا ما فيش أي مادة كيميائية بتدخل الجسم وبتأثر على المستقبلات أو المواد الكيميائية اللي في المخ دي لابد إن يكون لها أثر سلبي، يعني اللعب في هذه المنطقة طبعا طبعا دي خطيرة جدا. طيب دكتور أحمد ممكن تساعدني في فكرة الناس في البيوت إزاي ياخدوا بالهم إن ابنهم مش طبيعي؟ يعني هي العلامات اللي ممكن كل أب أو أم يقولك أنا ملاحظ تغير بالفعل. يعني هي حضرتك الإدمان دوت سلوك أو مرض اجتماعي وله عوامل كثيرة وجزء معول كبير ليه زي ما حضرتك أشرت للأسرة يعني. وهو الوقاية فيه طبعا زي كل الأمراض ولكن ده أكتر الوقاية خير من العلاج يعني كما يقولون. فهو التربية السليمة تقي الابن من هو يقع في هذا الأمر لأن الشخصية اللي هي عندها استعداد للإدمان لو ما لقيتش حاجة هتدمن الأخرى. والإدمان هو أن الإنسان يتعود على شيء سواء عقار أو غيره بحيث أنه هو يأثر على نمط حياته. نعم. والشخصية اللي بتبقى عرضة لأنها تقع للإدمان بتبقى شخصية بيسموها في التربية أو في علم النفس شخصية اتكالية، بيميل إن هو لا يعتمد على ذاته ويميل إن هو يعتاد على يتعود على الآخرين،
فدوت شيء ابتداء على ان الاسره تنمي في النشأة عندها وفي ابنائها الاعتماد على الذات. نعم. الشخصيه اللي بتعتمد على الذات ديت شخصيه بتقاوم الادمان. ولما يبقى في تغير في السلوك عما هو معتاد لابد ان الاسره تنتبه لذلك ويتم التعامل معه على انه مريض. التعامل معه لانه مريض. انا بس احب اضيف جزئيه في الجزء ده لان احنا في خلال الندوه اللي كنا فيها كنا بندرس مسؤوليه الاسره والمجتمع، فالجزء اللي حضرتك نوهت عنه جزء مهم جدا جدا ان اهتمام الاسره بملاحظه ابنائها. انا عندي جزء مهم جدا جدا، الاقي ابني بعد ما كان يعني بيندمج مع البيت بدا ينعزل في غرفه في غرفته او بيعيش لوحده شويه او بيتعايش مع نفسه، فقدان في الشهيه، عدم التركيز، بيسهر كتير، بالظبط بالظبط تمام زي ما حضرتك بتقول، السهر الزياده دوت، دي اجزاء مهمه جدا جدا. ان انا اتابع سلوكياته اللي هي داخل المنزل دي مهمه جدا جدا، وفي اي لحظه لو انا حسيت اني شاكك بمنتهى السهوله تحليل بسيط جدا، تحليل بول بسيط جدا جدا، يعني انا ممكن اخده كاني بعمل له تحليل عادي. نعم. نوع انواع الاطمئنان، لان ده الشباب الصغيرين زي ما بنشوف كده زي ما سيد عيمز بيقول بقى منتشر بكميات كبيره جدا جدا، فبيعرفوا يحصلوا عليه. حتى بيجي لنا حالات 15 و16 سنه متسممين بالترامادول. متسممين طبعا، لان هو لا يدرك خطوره. هل لي اي ملامح على البشره على العين؟ هو دي ما بتوصل، ما فيش غير ان هو بيكون بدا يبقى فيه يعني لو الحاله تطورت بياخدوا لفتره طويله مع فقدان الشهيه مل القيء، الحاجات دي كلها بتاثر في حاله الصحه العامه، يعني بيحصل فقدان في الوزن والكلام ده. لكن انا مش عايز اوصل للنقطه دي، انا عايز اتدارك قبل النقطه دي، اتداركها ان انا لو شكيت في الجزئيه دي او جالي احساس ده بالتحليل البسيط دون، يعني ممكن في بعض الناس، وده اللي يعني يمكن من الحاجات الجميله اللي انا بشوفها دلوقتي، ان بدا بعض الاسر تتنبه للجزء ده. بص الاقي جايبين ابنهم بيتكلموا بيننا وبينهم كده، انا عايز اتاكد بس ده كويس، مفيش عندي مشكله، انا لا هبلغ ولا هقول ان ده مدمن لو اكتشفت ان هو بيتعاطى ولا اي حاجه. انا عندي بيجي يعمل التحليل اقول الاهل ده ابنك كويس سليم ما فيهوش حاجه، او لقينا ان بياخد ترامادول وانتبه وابدا خلي بالك من سلوكيات ابنك وحاول تشوف انت تصاحبه تشوف مشكلته الداخليه اللي دفعته لكده ايه نقط الضعف في شخصيته اللي دفعته لديا، فدي جزء مهم قوي. طيب سيادة العميد انا بس سؤال سريع قبل ما اطلع فاصل وارجع اكمل مع حضرتك، هو لو شاب اتمسك في عربيه في كمين او في حمله او في اي شيء واشتبهت في انه مش طبيعي وخدته اعمل له تحليل فاكتشفت ان عنده انه بواخد ترامادول، هل هذا يخضع للقانون وتوجه ليه تهمة التعاطي؟ لا شوف حضرتك، أنا بس عايز أوضح جزئية بالكامل ممكن بعد الفاصل، لكن في الجزئية دي تحديدا أنا كمأمور ضبط قضائي ماليش الحق إن أنا أظبط حد اللي ظهر في حالة تلبس، وحالة التلبس مرتبطة بالجريمة مش بشخص الفاعل، يعني لازم أشوف مخدر يبقى عندي جريمة، مين بقى اللي شاله ده موضوع تاني. طب لو عمل حادثة، لو عمل حادثة بيتعرض الموضوع على النيابة والنيابة ممكن تحوله للتحليل. ما هو اللي أنا عايز أعرفه مبرر التحليل ده سهل، ما هو اللي ما هوش شايف ده قرار من النيابة، ده لو النيابة بعتته للتحليل وطلع إن في الدم ترامادول أو في البول. لكن في حاجة معمولة في المرور اللي هو فحص السائقين من خلال الطرق السريعة. أيوة. والكلام ده لما بيتفحص من خلال تحليل سريع ممكن يتعمل محضر ويتعرض على النيابة باعتبار وقع التعاطي لمخدر. فدخلنا في جناية، دخلنا في جناية، دخل من 3 ل 15 سنة. أنا محتاج أوضح حضرتك بالتفصيل شوية عشان نبقى الأمور واضحة. طيب. قدام السادة المشاهدين هنطلع فاصل، ومن الفاصل هنشوف تقرير عن مدمن كنا في مركز سموم مسجلين مع بنشوف بيبقى شكلهم إيه بيقولوا إيه، ونرجع لحضرتكم مرة أخرى.